سالي لي كريمينال، جيسبر كو وزالي بيان. مرحبا بكم في بودكاست جديد ديال ليزبيان ان مروكان. اليوم كيما وعدتكم شحال هادي غادي نعاود لكم قصه الحب بيني وبين المدام. قلت لكم شحال هادي غادي نعاود لكم ولكن ما لقيتش الوقت، دونك دابا لقيت الوقت وغادي نعاود لكم، دونك خليكم معايا حتى الاخر. يلا الصراحه القصه طويله بزاف، دونك محال واش نقدر نعاود لكم كلشي في بودكاست واحد، ولكن غادي نحاول. نبداو من الاول، وقتاش تعرفت على المدام ديالي؟ بون كلشي بدا في 2013، كنت يلا شديت الباك، وكان الصيف ديك الساعه كان عندي ما يدار باسكو شديت الباك نسيت قرايه. بيسا كان شاطي مره في الانترنت، كيف ما نتوما عارفين بعد مرات فاش ما كتكوني كتعرفي حتى شي واحد اللي مثلي بحالك، و فريمون في لي ريزو سوسيو ما كتلقى حتى شي واحد اللي فريمون تبارطاجي معاه داكشي اللي كتحس به وكذا، دونك كتمشي كتقلب على شي بلايص فين تقدر تلقى الناس اللي بحالك. وكان واحد السيت ويب اللي دابا ما بقاش اللي كنت كندخل ليه مره كان في شي شكل كان فيه بحال بزاف ديال لي فوروم متقسمين على حساب الموضوع، بحال هكا كان واحد البلاصه كتدخل ليها كتلقى الناس اللي عزيز عليهم الموسيقى، بلاصه اخرى سميتها السفر كتدخل ليها كتلقى الناس اللي عزيز عليهم يسافروا كيهضروا على فين مشاو لي زيكسبيريونس ديالهم، كانت بلاصه اخرى كتدخل ليها كتلقى الناس اللي عزيز عليهم ما نعرف انا الافلام وكيبداو يهضروا على الافلام. وكانت واحد البلاصه واحده اخرى ديال الميول الجنسي، كانت كتدخل لواحد الشات ديال ليزبيانز، كاين الجي وكاين ديال بايسيكشوالز. انا كنت كندخل للشات ديال ليزبيانز وكنبدا كنهضر مع الناس، اغلبيه ديال الناس كانوا في الخارج ما كانوش في المغرب، دونك كانوا الناس من البرازيل من فرنسا من انجليز من امريكان كندا عالم كامل، كنا كنهضروا بالانجلي باش يلا كنتفاهموا. واحد الخطره دخلت لداك السيت ويب نيت ما كان عندي ما يدار، بديت كنهضر بالانجلي شويه طلع لي واحد اليوزر نيم جديد سميتها ميكسي، وانا نقول واقيلا ميكسي زعما مكسيكو تهضر بسولونيا، انا عندي مع سولونيا قلت لها غادي ندخل نهضر معها عييت من لونغلي. صافي دخلت هضرت معها وفعلا لقيتها بنت من المكسيك، بدينا تنهضروا قالت لي عاودي لي على راسك، قلت لها انا عزيز عليا نصبغ الضفار ديال المشه ديالي تخلعات وتتصاحبنا وكلشي. قالت لي في خبر فاش قلتي هذيك الهضره كنت غادي ندير لك ديكونيكتي، دونك كانت غادي ديكونيكت المشكله ديال داك السيت ويب الا مشيتي حتى ديكونيكتيتي من شي كونفرساسيون باش تعاود تلقى ديك الناس داك الانسان اللي كنتي كتهضر معاه مشكله، سواء ما كتلقاش سواء خاصك تبقى تقلب شحال باش عاود تلقى هادشي الا بقى كونيكتي. المهم ما درتش لي ديكونيكتي جاب الله، بقينا كنهضروا وفريمون ارتحيت ليها، دونك ارتحيت ليها ايتو وكنا كنضحكوا ايتو في الشات. دونك طلعت شنو في الاخر قلت لها عطيني سكايب ديالك راه جيتيني فريمون جونتي وهذا وبغيت نكمل معاك الهضره، وعطاتني سكايب. تخيلوا دابا راه في يامات سكايب فاش كان سكايب دونك عطاتني سكايب ديالها وبدينا كنهضروا صافي حسيت شفت صورتها في سكايب عجبتني وارتحيت ليها، ولكن في الاول ما حسيتش بشي حاجه زعما الحب ولا كذا باقي، مي كنت كنرتاح ليها كان كيعجبني نهضر معها وصافي. خاصني نقول لكم هي بان في هذه اللحظه ديال حياتي واخا كنت كندخل لذاك السيت باش نهضر في ذاك الفوروم ديال ليزبيانز، انا مازال ما كنتش متقبله بانني انا نقدر نكون ليزبيان، مازال كانت عندي ديك العقليه ديال لا المثليه حاجه خايبه ما خاصكش تكوني مثليه، هذه واقيلا غير مرحله ما ديتش على هذا الشيء دونك بحال ما كنت كنكذب على راسي. واخا كنت كندخل داك السيت ولكن كنقول لا راه كندخل باش نهضر مع البنات، حيت قليل فاش كتقدر تدخل لشي سيت وكتلقى بنات، نورمال كتلقى دراري والدراري كيبقاو يتفلعوا عليك، دونك شي كنت كنقول مع راسي ما عليناش نكملوا. بدينا كنهضروا في سكايب ارتحيت ليها، كنا ديما كنهضروا شويه مره بحال هكا في النهار. واحد الوقيته قلت لها شوفي خصني نقول لك واحد الحاجه، قالت لي شنو؟ قلت لها انا راه غادي نكمل قرايتي على برا من المغرب، قلت لها عندي طياره نهار 19 في داك الشهر و فريمون راني ستريسي بزاف ومخلوعه، راه اول مره غنخرج من البلاد وراني باقا صغيره وما عارفاش راسي فين غنمشي. هي قالت لي عرفتي شنو؟ داك النهار قبل الطياره ديالتك غادي نديرو ابل فيديو سكايب وغادي نبقى معاك حتى وكان يجيك النعاس وتكالماي. صافي قلت لها داكشي اللي غنديرو داكور. وصل نهار الليله قبل الفول ديالي فعلا عيطات ليا في سكايب وبدينا كنهضروا، وديك الليله بعدا ماما كانت مره كتجي عندي البيت كتقول لي نعسان غدا عندك الطياره خاصك ترتاحي، دونك كنضرب بالي باش نشوف واش ماما جايه باش نلبس ندير راسي ناعسه. فينا بقينا الليل كامل وحنا كنهضروا وكنضحكوا، تكلمت ولكن ما جانيش نعاس ولكن نهار الفول فاش ديت الطياره كنت كالم بارابور اللي فاش كيفاش كنت قبل. وفديك الليله بالضبط بديت كنحس بشي حاجه، دونك خرجت من المغرب جيت لهاد البلاد هادي بديت قرايتي. فاش وصلت لهنايا كريت فواحد البلاصه ما كانش فيها الانترنت، داك البارطمان ما كانش فيها الانترنت، كنت كنمشي للمدرسه كنت كونيكتا في الويفي ديال المدرسه، اون فوا كنخرج كنمشي للبيبليوتيك كنمشي للمكتبه كنجلس كنت كونيكتا في الويفي ديالهم حتى وكان كيبغيو يسدو، المشكله كيسدو مع ديك 9 10 بحال هكاك على حساب فين،
وفاش تبغيو يسدو تيقولوا عليك وتبداو يتفوشوا في الضو زعما في راسك. انا كنت كندير ما فهماش كنبقى جالسه حتى تجي ديك السيده اللي خدامه تما كتقول لها نوضي راه حنا كاشين كنسدوش كدير هنايا مازال. دونك حتى تجيو عليا انا عاد كنمشي وكنمشي كنت كنخرج وكنشري واحد البطاقه كتخليني نعيط للمكسيك. المهم في المكسيك فيها شحال من بلاد حدا اخرى ولكن كنت كنشري حتى في المكسيك. وديك البطاقه الا خشيتيها في التليفون ديك المره اللي عندها هادو كتخليك تعيط للمكسيك كتعطيك واحد 7 ديال السوايع ولكن خاصك تعيط غير للفيكس. ومشكله كنقولها شوفي انا دابا راه كيجريو عليا من لا بيبليوتيك انا غادي نوصل للدار وغادي نعيط لك في الفيكس عندك يجاوبني باك. كنخاف من با واحد الان مازال كنخاف من با وبحال هكاك صافي ديما كتجاوبني غير هي مره كتجاوبني اختها ولكن سي با غاف اختها ماشي با. صافي كنوصل للدار كنعيط لها كنبداو نهضروا حتى وحده فينا كيجي الناس وكتنعس في التليفون. اول غد ليه نفس الحاجه وحنا غاديين حتى درت الانترنيت درت الانترنيت كنهضر معها في الدار. واحد الوقيته قلنا صافي راه خاصنا نتعرفوا راه ما يمكنش نبقاو غلاسيون بحال هكا غير في التليفون وفي الانترنيت ما يمكنش. صافي قلت لها وي راه عندك الحق غادي نشري بيي باش نمشي نشوفك في المكسيك. شريت البيي ودرت واحد الغلط كبير هو قلت لوالديا راه غني غادا للمكسيك. ايوا وداروا لي واحد الفيلم مكسيكي ما هي وما لونها. قلت لي ماما ما كتفرش في ديك الافلام وديك الروبورتاجات ديال هي بنت مشات للمكسيك حيدوا واحد الكلوه هي مشات للمكسيك داروا لها المخدرات في الباريزه وصدقات مشاكل مع البوليس والحبس وكذا. قلت لي ماما وياك تمشي للمكسيك الا مشيتي للمكسيك غادي توصل واحد يديرك واحد الكلوه غيديروا لك المخدرات في الباريزه وغتسقي في الحبس في المكسيك وحنايا كي غادي نديروا نخرجك من الحبس ديال المكسيك. ايوا صافي قالت لي الا مشيتي ما حنا والديك ما نتي بنتنا دونك انوليت البيي. قلت صافي مره اخرى الا شريت بيي للمكسيك ما غادي نقولهاش لهم. وختي نعاود لكم شنو طرا فاش وقع هادشي ولكن باقي ما وصلناش لهاد المرحله. المهم انوليت البيي قلتها للمدام قلت لها فوالا راه فينا المورال بي انولا ما نقدرش نمشي نشوفك. وبقات كتبكي بون بجوجنا كنبكيو. المهم روينا في الاخر قلت لها عتي غادي نلقاو شي حل واحد اخر ما تخافيش ما غاديش نحبسوا لا غولاسيون على هادشي خصنا نلقاو شي حل واحد اخر. قلت لها الا انا ما نقدرش نمشي عندك انت اللي غتجي لعندي. المشكله سي كو باش تجي لعندي هي خاصها الفيزا وديك الساعه كنت مازال كتقرا والا كنتي كتقرا وباش دير فيزا كتكون شويه القضيه حامضه وما تيبغيو الناس اللي كيكونوا خدامين وعندهم دار وعندهم فهمتي بحال هكا اللي كيعطيو فيزا سهله. قلنا غادي نحاولوا كاين مشكل دابا نحاولوا. دونك هي بدات كتخدم شويه اكثر انا بديت كنخدم شويه اكثر باش كنجمع شويه الفلوس. اون فوا جمعنا دوك الفلوس خلصنا الفيزا خلصنا واحد السيده اللي متكلفه بهذا الشيء ديال ليميغراسيون والفيزا وكذا باش تصاوب لنا الوراق مزيان باش ما يكون فيهم حتى شي غلط باش نرجعوا شينا الدوسي. وصفنا كل شيء شرينا البيي دافيون قبل ما يقولوا لنا واش عندنا الفيزا ولا ما عندناش فيزا. بقينا كنتسناو وواحد النهار صيفطوا لي ميساج كوم كوا الفيزا اكسبتي دونك عطاو الفيزا. صافي كانت غتجي وداك الفول اللي شريت ليها كانت غتبقى معايا 3 شهور والفرحه ديك الساعه 2015 ولا كنتو متبعين معايا حنا بدينا بون تعرفنا في 2013 دونك عامين وحنايا غير في الانترنت ما عمري ما شفتها ما عمرها ما شافتني. بون بيان سور حنا كنشوفو في ابل فيديو في التصاور ولكن حطنا داكشي دونك سي سا. نهار غتوصل غتقولي واحد صاحبتي والو خصني نمشي معاك. صافي ديك صاحبتي قلت لها بيان سور صافي اجي معايا دو توت فاسون انا راه مستريسيه بزاف وحسن تجي معايا انت ماشي بوحدي. وصلنا للمطار وقلنا كنتسناوها باش تهبط في البلاصه ديال لي فول انترناسيونال. لي فول انترناسيونال هما لي فول اللي جايين من بلدان واحد اخرين. مشكله انا شاريه ليها واحد الفول اللي كتشدو من المكسيك كتوصل للبلاد اللي فيها انا وكتشد عاوتاني اسكال كتشد واحد الطياره واحده اخرى وكتجي كتجي بها للمدينه اللي ساكنه فيها انا. دونك هي جايه فواحد الفول لي ناسيونال ماشي انترناسيونال وانا كي حماره قالت كنتسناها في لي فول انترناسيونال فول انترناسيونال. دونك كنتسنى والو ما كتخرجش ما كايناش. صافي صاحبتي قالت لي عرفتي شنو غادي خرجي معايا غنمشي نكمي وبيد ما نكمي غادي نعاودو نرجعو ربما تلقايا خرجات ولا سميتو. صافي قلت لها اوكي يلا خرجو. صاحبتي شعلات الكارو يلا بدات كتكمي سمعت التليفون ديالي كيصوني حليتو لقيت ميساج من عند المدام قالت لي راني خرجت راه ما كتبانيش ليا فينك انا راه فهاد البلاصه بالضبط. انا غير شفت الميساج وانا نعلق بديت كنجري مشيت لفين كاينه هي خليتها على صاحبتي نسيت انا واش صاحبتي معايا ولا هاش علاه الكارو ولا ما قلت لها والو خليتها ومشيت علقت كنجري. صاحبتي شافتني كنجري لحقت الكارو تبعتني كتجري وصلت لديك البلاصه اللي قالت لي راني كنتسناك فيها وفريمون كانت كما شفتها في التصاور كما شفتها في الفيديو عنقتها وقلت لها اول حاجه غادي نقول لها هي الله عسي الفرحه ملي انتي ماشي راجل عنده 60 عام باسكو كنت ستريسي كنقول ربما غير شي دري ولا شي راجل كيتفلى عليا تكون شي راجل شارف داير راسو راه هو امراه وفينالمون نلقى راجل شارف. دونك هذيك اول حاجه غنقول لها فاش غادي نشوفها اون فري.
صافي دونك دوزنا ان بون سيجور، دوزنا 3 شهور انصامبل. كنا كان بحال كوبل مزوج صراحه، باسكو ولفنا بعضياتنا. انا كانت عندي الخدمه، هي كانت كتفيق مع طلانه، كتخرج بكري كنخدم، بين ما هي كتفيق كانت كطيب ليا دي تروك مكسيكيين، كتمشي كتجيبني من الخدمه. كل مره كنت كنخرج من الخدمه كنضرب جريه حتى فين كاينه هي ونعنقها، كل مره صافي. وكنا كندخل للدار كنتغداو، ومن بعد كنخرجوا كنمشيو ندورو. سافرنا شحال من حاجه. صافي واحد لقيتها وصلت لافان ديال ديك 3 شهور، وكان خاصها ترجع للمكسيك. او بون دراما عاوتاني، رجعت للمكسيك، كملنا عاوتاني لا غولاسيون في الانترنيت وفي التليفون. ولكن واحد لقيتها، انا شريت بيا ديال المكسيك باش نمشي لعندها. وهذا فيلم واحد اخر اللي غادي نعاود لكم في بودكاست واحد اخر، حيت 10 دقائق وانا كنهضر شويه بزاف، دونك باش ما نطولش عليكم غادي نساليو البودكاست هنايا. الى عجبك لايك سبسكرايب، الى كتعرف شي بنت ليزبيانا ولا بيسيكسوال صيفط ليها بارطاجي مع الفيديو. الى عجبتك وما كتعرفش شي واحد من الكوميونيتي وعجبك واخا هكاك بارطاجي. بي انا نقول لكم تشاو، وحتى المره الجايه ان شاء الله. باي.